نقول لكم قضيه شهاده لله ونقولها لكم عاود بحال في الشكل اللي قلت لكم وحسبوها عليا اللي غدا يوم القيامه من نهار فاش تكلفت بتكليف من صاحب الجلاله الله ينصره الى يومنا هذا ما عمر صاحب الجلاله قال لي دير هادي او علاش درتي هادي. درنا دائما ما بيناتنا المخطط ديالنا ودرنا الاحصائيات اللي بغينا وخرجنا النتائج اللي بغينا وتحملنا الضربات بدون مشكل. ويمكن لي نقول لكم ما كاينش شي حكومه جات من بعد التعيين يعني الان وما مشاش لها رئيسها عند الملك قال له زول الله يخليك هذا الا 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 باش نكونوا صدق مع الله الا 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 حكومه سي الفاسي سي سميتو سي عباس الفاسي هذاك ما عمرو طلب حتى حاجه حتى سمعنا حتى تبعنا حتى يمكن ما تتعجبوش شي اشياء يمكن كذا ولكن ما عمرو واما ما بقي انا نقول لكم الى الان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.